أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين الغريبين المشردين عن الأهل والأوطان. السلام على صريع الدمعة الساكبة وصاحب الراتب قتيل العدايا ومسلوب العمامة والرداء غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم سادتي أمنا من لجأ إليكم وفزتم والله فوزا عظيما عظيما فيا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قد شفني الوجد من قرن إلى قدمي فبت والطرف لم يهجى ولم ينم. رحم الله شاعر أهل البيت الشيخ محمد سعيد المنصوري في هذه الأبيات. قد شفني الوجد من قرن إلى قدمي فبت والطرف لم يهجع ولم ينم. ما سرني الدهر فيما فات من عمري يوما ولا
جف في برهة ألمي أرعى النجوم أرعى النجوم إذا ما الليل جن وإن جاء النهار بدمع عشت منسجمي أصارع الهم في السلوى فيصرعني همي فأرجع مغلوبا على هممي حتى أرى الطلعة الغراء قد بزغت حتى أرى الطلعة الغراء قد بزغت للغائب المرتجى من جانب الحرم يا مولاي يا صاحب الزمان ليأخذ الثار حتى ثأر والده عصبة ما رعت حقا لذي رحمي يا سيدي لأبيك العسكري لقد وإلي أساءت القوم في فعل وفي ما شاء كلمي حتى مسموما فوا أسفي وإلي قد أنشبت فيه ظفر المكر ويا يا 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 النقمي العسكري صب الدمع دوام هوى لدايام عزيز الروح بفراش المرض تم ولخلاص خلاص جب دم ونين ومرد السوام وقع من ساعته ومدد الرجلين هوايالي وقع من ساعته ومدد والله وقع من ساعته الله أكبر على فراش المرض قلبه تفطر والنوني ينطر قلب الصخر طار على صايب
بالمهدي مد لي الدين ويالي على صاب المهدي ما يا 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 المعزمة ولاك صاحب الأمر ها قلة تظل صابر ويلي تظل صابر على أخذ الثار لليوم يوم مذبوح يوم مجتول بالسيف مولاي يا غل من أهلك ما راح مظلوم يا غل من أهلك ما راح مظلوم يا أبو الصالح متى الجرح يلتم ويالي يا أبو الصالح متى الجرايا يا حيلتا ويلو يمتى يشع على العوالم نور طبا يمتى يشع على العوالم نار طبا ويمحو الظلام والجار نور الله وحبيب ولطالة الغابة والحشا منا اشتعل نار شناك ما تدري يوم الشبة والدار جناك ما تدري يوم الهجمة والدار ويلي حرقا واضربا وانبتا بالصدر مسمى لطمة العين عظام يا ابو صالح مصيب ويلي بس ما رش جرع الصبر يا ابن الحسن ويلي بسمار بسمار وشوف النفتك بحشواي ويلي بسمار مولاي تشوف اللي صدر انصار ويلي انصاب بسمار بسمار وقع من الحمل فوق الوطيه ويلي وقع من الحمل فوق ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون تنويرا للمجلس وتعجيلا في فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولشملنا هذه الساعة بخفي ألطافه وتوجهاته
ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. مشايخنا الأعزاء أساتذتي تفضلوا تفضلوا الله يسلمكم من رخصتكم بارك الله فيكم. نرفع حر التعازي إلى قلب مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ونقول له عظم الله لك الأجر سيدي بمصاب أبيك، وسعد الله قلبك على هذه المصائب والآلام حتى يظهرك الله لنا لتملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. عظم الله لنا ولكم الأجر أيها المؤمنون والمؤمنات، نعيش هذه الليلة في رحاب ولي من أولياء الله وحجة من حجج الله على خلقه، وإمام افترض الله طاعته على الخلائق، سيدنا ومولانا الإمام الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ابتداء نأتي ببعض المعلومات العامة عن الإمام كما هو معتاد لتعريف الناشئة بصاحب هذه الليلة. الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ولد في المدينة المنورة سنة 232 هجري في الثامن من ربيع الآخر، واستشهد صلوات الله وسلامه عليه في سامراء في الثامن من ربيع الأول سنة 260 الهجرة، وعلى ذلك يكون عمر الإمام قرابة 28 عام. أبوه الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، وأمه حديث وقيل سقيل أيضا. الجوانب كما تعلمون متعددة في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لذلك نحن نتطرق إلى ثلاث فوائد من حياة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه: فائدة أخلاقية، وفائدة مهدوية، وفائدة تاريخية. ابتداء بالفائدة الأخلاقية نستفيدها من منهاج الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. أبا هاشم الجعفري يقول في نص أو مضمون الرواية: سمعت الإمام أبا محمد يقول: من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. سألنا الرواية عبى الرجل، لكن الكلام معني به الرجل والمرأة. قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا. يقول: فقلت في نفسي، هو أبو هاشم يحدث نفسه، يقول: فقلت في نفسي إن هذا لهو الدقيق، وينبغي على الرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه كل شيء. يقول: فأقبل علي أبا محمد الإمام الحسن العسكري، قال: صدقت يا أبا هاشم، إلزم ما حدثت به نفسك، إن الشرك الخفي أو إن الشرك في الناس أخفى من دبيب الذر على الصفا في الليلة الظلماء، ومن دبيب النمل أو الذر على المسح الأسود. لن نأتي نتوقف إلى مضامين هذه الرواية،
وهي واقعا من أهم الروايات التي تصحح مسار الإنسان وتصحح نعم سلوكه وعلاقته مع الله تبارك وتعالى ومع العباد. أولا الإمام سلام الله عليه يشير في هذه الرواية إلى تحقير العبد للذنب، يعني يصنف هذا ذنب عظيم هذا ذنب صغير. فشنو يقول؟ يقول ليتني، الإمام طبعا يشير يقول من الذنوب التي لا تغفر، وهذه واقعا مشكلة في الوقت الذي يراها العبد هي صغيرة، الإمام يقول لا تغفر، يقول من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل ليتني لا أؤاخذ إلا بهذا، يعني ليت الله ما يحاسبني إلا على هذه المعصية أو على هذا الذنب أو على هذا التصرف. ليش؟ لأنه صغير، يعني ليت ما يحاسبوني إلا على هذا الذنب الصغير، هذا الجرم الصغير الذي أنا سويته. ليش؟ ومن صنف صغير؟ هو صنف، العبد صنف أنه صغير. ولكن يقول نعم الإمام سلام الله عليه من الذنوب التي لا تغفر، فهو يرى هذا الذنب صغير يقول يا ليت الله ما يحاسبني إلا على هذا من صغر الذنب وتحقير العبد للذنب. زين الآن أبا هاشم يقول أنا قلت إن هذا لهو الدقيق، يعني الدقة في الأمر، وينبغي على الرجل أن نعم ينظر ويدقق من أمره ونفسه وكل شيء. الإمام سلام الله عليه لاحظ أنه أخبره بما في نفسه، هذا على إحاطة العلوم عند أئمتنا سلام الله عليهم أجمعين ومعرفتهم بما أو معرفتهم بما في الضمائر وفي قلوب العباد. فيقول أقبل إلي الإمام أبا محمد، ماذا قال له؟ قال له صدقت، الكلام الذي أنت في حدثت فيه هذا كلام صائب، والزم ما حدثت به نفسك، يعني أنت حاسب نفسك، راقب نفسك، دقق في سلوكك، دقق في أعمالك. ما في شيء اسمه كذبة بيضة وكذبة سودة، هي كذبة. ما في شيء اسمه ذنب كبير وشيء ذنب صغير. صحيح أن هناك عندنا الكبائر من الذنوب، لكن بمعيار آخر هو ذنب، هذا ذنب هذا ذنب. ولذلك في كلام الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. هذا الإنسان المؤمن المؤمنة الذي يدعي الانتماء إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، يقول ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. ثم قال الإمام سلام الله عليه إن الشرك في الناس، ولعل هنا ظاهرا إشارة إلى ذنب الرياء أو معصية الرياء في الأعمال، يقول أخفى من دبيب الذر على الصفا، يعني على الصخر، وين؟ في الليلة الظلمة، أنت تشوفها يصعب التمييز، يصعب أن ترى في على الصخرة وفي ليلة ظلماء ذرة أو نملة تمشي على الصخر، يصعب عليك. الإمام يقول أخفى من ذلك. واقعا رواية هز الوجدان، كلام يهز الوجدان من الداخل، أنا ما أدري هذا عملي سلوكي تصرفي خدماتي صلاتي عبادتي روحتي جيتي، أنا ما أدري هذا، هذا لأجل يصوروني، لأجل يمدحوني، لأجل يشهروني، لأجل أوصل المنصب، لأجل أوصل الغاية، لأجل عندي مصلحة. واقعا
يقول وأخفى من دبيب الذر على المسح الأسود، بساط أسود وتمشي عليه نملة. يقول الإمام أخفى من ذلك. ولذلك ليش هو من المحقرات، هذا من الذنوب التي لا تغتفر المحقرات من الذنوب؟ شوف أمرين. الأمر الأول، لاحظ أيها الأحبة أن الذنب بما هو ذنب من غير تصنف أنت صغير وكبير، ها، هذا إهانة لله تبارك وتعالى، تحد مبطن لله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تنظروا إلى صغير الذنب ولكن انظروا إلى ما اجترأتم. يقول فيما أوحى الله فيه إلى عزير، يا عزير إن اقتربت أو إن وقعت في نص أو مضمون الرواية في معصية فلا تنظر إلى صغير المعصية ولكن انظر إلى من عصيت وهو الله تبارك وتعالى. واقعا هذه مو إهانة، مو تحقير. هسه هذا الذي يرتكب المعصية لو أمام أبوه يسويها، لو أمام هذا المحضر الطيب يسويها، لو أمام أصدقاء محبي، لو أمام الناس الذي يشوفوه بشخصية وكذا إلى آخره يسويها، ما يسويها. إذن شنو جعل؟ جعل الله سبحانه وتعالى من أهون الناظرين إليه والعياذ بالله. ولذلك في خبر الإمام الصادق سلام الله عليه لإسحاق، يا إسحاق خف الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه لا يراك ببرزت إليه، وإن كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت ترى أنه يراك فبرزت إليه بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين إليك. شوف هذا من جانب. من جانب الذنب بما هو الذنب تعد على حدود الله تبارك وتعالى. أنت الآن هب أن إنسان سوف يتجاوز حدود دولة معينة وهناك حراس مسلحين عندهم صلاحيات يطلقوا النار على كل من يتجاوز هذه الحدود ويخالف هذه الحدود. زين الآن هو تخطى شبر أم تخطى أمتار؟ هو في النهاية تجاوز الحد، هو في النهاية أخطأ، هو في النهاية خالف. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فليرقب الإنسان نفسه في هذا الحال، في علاقته مع الله، في سلوكه، في توجهاته، في شؤونه، في سكناته، في حركاته، فليرقب الله وليتق الله تبارك وتعالى. هذه الفائدة الأخلاقية. نأتي إلى الفائدة المهدوية. الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول لأحد أصحابه في نص أو مضمون الرواية وعليك بالصبر وانتظار الفرج، فإن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. هذه رواية جنابك أنت حافظها، بس يكون تتوقف عليها وتتأملها. انتظار الفرج، شنو انتظار الفرج؟ هذا اللي هو أفضل الأعمال. انتظار الفرج يعني مثلا أقرأ دعاء الندب كل جمعة، أقرأ دعاء العهد كل صباح، بعد كل مجلس أقرأ دعاء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، أدعو للإمام سلام الله عليه. هذه صحيح كلها أعمال،
مستحبات واردة، لكن هذا ليس هو انتظار الفرج، هذا مظهر من مظاهر انتظار الفرج. يعني أنت تتصور أن يكون مثلا دعاء العهد، قراءة دعاء العهد أفضل من الصلاة، ويقول أفضل أعمال أمتي، مثلا قراءة دعاء الندبة أفضل من الصيام، أفضل من صلة الرحم، أفضل من الكثير من الواجبات، لا مستحيل. هو يقول أفضل، إذن بأي لحاظ ومن أي منظور؟ قال أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. الانتظار قال الإعداد للمنتظر، أن تعد لانتظار، نعم، لمجيء المنتظر أو لفرج المنتظر أو للمنتظر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أنت لاحظ الآن لما أحد يتصل فيك ويقول لك أنا أنزل عندك ضيف في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، يعني أنت تجلس حاط رجل على رجل مثلا وتدعي اللهم أوصله سالما، اللهم أوصله براحة مثلا، تظل تدعي له، لو لا يلزم منك إعدادا واستعدادا لهذا الضيف، بتهيئ الدار، بتهيئ الطعام، حتى أنت نفسيا تتهيئ. بعض الناس يقول لك أنا أحيانا ما أقدر أستقبل الناس لأني نفسيا ما متهيئ، حتى الجانب النفسي مهم في الإعداد. كذلك إمام زمانك، أنت ماذا أعددت؟ شنو الإعداد؟ أنا الآن لما جالس أدعي للإمام اللهم عجل لوليك الفرج مولاي متى بتجي، وشال نعم الحال، وشاد بالهمة، وانطوني أعمال شلون أشوف الإمام، ويلا بنسمة الإمام تمر علي، ويلا بشوفه للإمام في عالم الرؤية، ويلا شنو أنا شنو حجمي يعني في عالم الانتظار. واحد واقعا انصافا يسأل نفسه هذا السؤال، الأمر واقعا خطير وبيغربل أيها الأحبة المعذرة. يعني الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه يقول والله لا يغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلك إلا من ثبته الله على القول بإمامته ووفقه للدعاء له بتعجيل الفرج. شايف يعني أكو ناس ما تثبت على المعتقد، أكو ناس سوف تنزلق، ناس سوف تنحرف غربلة عظمى. يقول لا ينجو فيها من الهلكة في الغيبة إلا من ثبته الله على القول بإمامة، يعني أكو ناس ما بتثبت على القول بإمامة الإمام ووفقه للدعاء له بتعجيل الفرج. هذه موفقية هم تحتاج أن تدعو، ليس بلقلقة اللسان، القلب يدعو بحرقة بألم بشوق. أنت شايف يوم اللي عندك مصيبة وعندك قضية، شوف قلبك شلون يشتعل وحالك شلون ما يستقر. عندك هذا الحال لما تدعو إلى المولى عجل الله تعالى فرجه، زين كيف يكون حالك أنت لأجل أن تكون من أهل الانتظار؟ لعل من أبرز الخصال في المنتظر أن يكون مثقفا، ثقافة دينية أيها الأحبة، ثقافة دينية، ثقافة عقائدية، ثقافة فقهية. المنتظر لا يكون متخبطا في سلوكه، ما يعرف شنو وظائفه، ما يعرف شنو يتصرف. المنتظر يتصرف عن حكمة، يتصرف عن علم، يتصرف عن دراية. لذلك تفقه، تعلم، مو تجتهد اجتهادات شخصية وذاتية، مرة بعنوان التكليف، ومرة أنا هذا وجهة نظري، ومرة أنا هذا رأيي، لا. العلم علم محمد وآل محمد. الرأي رأي محمد وآل محمد. هذا العلماء صلوا على محمد. هذا العالم من يفتي لك، تستفتي في مسألة ويفتي ويروح يتعب، روح يشرق وين من جيبه، روح يبحر في الروايات، يبحر في الآيات، يبحر في المعتقدات، يبحر. وأيضا المنتظر منتظرا خلوقا،
متخلقا بأخلاق النبي وآله الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام سلام الله عليه يريد كوادر اجتماعية متآلفة متوادة متحابة متراحمة. الإمام العسكري سلام الله عليه صاحب هذه الليلة يقول: ليس منا من يطري أخاه، يعني يمدح أخاه حاضرا ويذمه غائبا. يقول ليس منا قدام أخوك وأنت هو أمامك تمدحه وتثني عليه أمام الناس، وبس يدير لك ظهره تروح تشهر بي وتتكلم عليه في المشرق والمغرب، ما يجوز. الإمام سلام الله عليه الحسن العسكري أيضا يقول: ليس منا من نصح أخاه علانية. انصح أخاك سرا أو عظ أخاك سرا ولا تعظه علانية، في نص أو مضمون الرواية. حبيبي أنت ملاحظ ملاحظة معينة على أخوك، شايف عليه شيء، ليش وايد مكبر المسألة وشايل هم على رأسك ومطبل على هذا وجاي على هذا؟ إذا كان الأمر يعنيك من قريب من بعيد، هذا أخوك موجود، روح إلا بينك وبينه وسر بالأمر. جاي نازل على هذا، ومن وين أكو تكليف أنت تفضح الناس وتشهر بالعالم وفلانة وعلانة وين هذا وفلان وعلان وين هذا؟ في أي تكاليف مناطة؟ في أي أحكام فقهية؟ الله تبارك وتعالى ستار العيوب، لا يقبل، بل من الكبائر أن يتجاهر العبد بمعصية. إذا صار موقف سبحان الله وشفت زلة وخطيئة على أخوي عثران سبحان الله، بس منو معصوم في اليوم؟ العصمة للأمة سلام الله عليهم أجمعين. هسه متى إحنا بنؤمن بالنظرية قلوب تتشاوف عيون تتشاوف وقلوب تتلاعن؟ إلى متى إحنا بنؤمن بهذه النظرية؟ إن شاء الله نؤمن بنظرية عيون تتشاوف وقلوب تتحاضن إن شاء الله. ليش نتكلم بالكلام السلبي والكلام الغير أخلاقي؟ الجانب الثالث أو النقطة الأخيرة في المنتظر نشير إليها، أن يكون المنتظر للمولى عجل الله تعالى فرجه معطاء. معطاء، ما يكفي العلم والثقافة والأخلاق من غير عطاء، لازم أن يكون هناك عطاء. يعني أنت واحد قد تحصله في الصف الأمامي مثلا في الصلاة، بس هذا إذا ما يقدم لك خدمة، إذا ما يقدم لك جهد، إذا ما يأسس مجتمع، إذا ما يأسس جيل، إذا ما يغير نفوس، شنو قيمته؟ يتعب يجتهد، ما في شيء. نحن كما في المثل: إذا سلمت أنا وجارتي، أو ها شنو أحسن، أيوة، يعني إذا أنا بالنتيجة أنا شنو علي من جاري؟ أنا سلمان وأنا أمور طيبة، شنو علي؟ هذا ماكل شارب ما شارب، أنا شنو علي؟ هذا مرتاح ما مرتاح، أنا شنو علي؟ لا تتعب، شو اللي بصدعة الناس؟ لا تتعب، تجتهد، تقدم، تضحي، تتحمل. في خبر عن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: القلب المحب لله يحب كثير التعب لله. ولذلك أنت شوف بعض المؤمنين، بعض العلماء، بعض المشايخ الله يحفظهم، ها، حياة عمره كله يجزر في الخدمة بمختلف عناوينها بمختلف مصاديقها، كل خدمة في خدمة مجزر عمره. ليش؟ هذه الأدوار اللي الإمام ترضيه ويحبها الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. القلب المحب لله يحب كثير النصب لله، يعني يحب كثير التعب لله. فلا تظن يا ابن آدم أنك تبلغ رفعة البر بغير مشقة، فإن الحق ثقيل مر. أختم بالفائدة التاريخية، وهي أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أشخص مع أبيه الإمام علي الهادي من المدينة إلى سامراء، وهنا يتبين
عظيم الظلم والألم والمصاب الذي مر على المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقول الإمام سلام الله عليه كان له من العمر ذاك اليوم لعل قرابة 4 سنين، فكان الإمام سلام الله عليه استلامه للإمامة في عمر 23 عام، مدة إمامته كانت 5 أو 6 سنوات، لكن كما يذكر أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أغلب أيام إمامته كان قد قضاها في السجون. الشيخ عباس القمي في كتابه الأنوار البهية نعم يذكر أن الإمام سلام الله عليه كان معظم وقته محبوسا، وكان ممنوعا من المعاشرة، وكان مشغولا بالعبادة لله عز وجل، وهذا يظهر فيه نعم الضيق والمأساة التي كان يعانيها الإمام سلام الله عليه من طغاة عصره. لذلك انعكس هذا الأمر على شيعته وعلى محبيه، لأن الإمام سلام الله عليه صار بعيدا عن الشيعة وعن الأصحاب، فابتكر أسلوبا جديدا في التواصل مع شيعته ومع محبيه، مما أدى ذلك نعم إلى تهيئة الناس لغيبة المولى صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. فكان سلام الله عليه يزج من سجن إلى سجن ومن مكان إلى آخر، وكانت النفوس تتغير لعظيم خلق الإمام. من جملة تلك السجون جاء به في سجن صالح بن وصيف. صالح كان أحد مسؤولي السجن، فلما سألوه لماذا لم تضيق على الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، قال ماذا أصنع وقد وكلت به شرار من عرفت، فأصبحا زاهدين عابدين، فلما سألتهما عن ذلك قالوا ماذا تريدنا أن نقول في رجل يصوم نهاره يقوم ليله مشغول بالعبادة إذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا. عظم الله لكم الأجر أيها المؤمنون والمؤمنات. قضى الإمام نعم أيام وسنين من عمره في داخل السجون، إلى أن فكر المعتمد أن يتخلص من إمامكم الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. لذلك يقال أنه دس له سما قاتلا في طعامه لما أكل إمامكم سلام الله عليه من ذلك السم، سرى السم في بدنه، نعم صار يتململ تململ السليم، يتقلب تارة يقوم أخرى، يصفر تارة يخضر أخرى. نعم يقولون بقي إمامكم صلوات الله وسلامه عليه 8 أيام على فراش المنية، يغشى عليه ساعة بعد ساعة. عظم الله لكم الأجر. لما كان في يوم وفاته نعم توجه إلى صقيل، قال لها ادعوا لي ابني. تقول دخلت إلى الحجرة، نعم دعوت الإمام سلام الله عليه، فلما أقبل الإمام إلى والدي رآه يجود بنفسه في ذلك الحال، ها قد بانت عليه علامات المنية. نعم أدناه منه قربه منه، يقولون طلب منه الماء والدواء، جاء له بالماء والدواء، ثم بعد ذلك كأني بإمامكم الإمام الحسن العسكري. نعم أخذ ولده الإمام المهدي من يده، قال بني بني أنت بقية الله في أرضه،
بني أنت الآخذ بالثار، تأخذ بثار أبي ثاري وثار أجدادك وثار جدك الحسين. الله يقول له يا ابني تدنى لي واستمع لوصيتي. هناك النبي امامكم صار يوصي بوصايا اللحظات الأخيرة الساعات الأخيرة. يقول له يا ابني تدنى لي واستمع لوصيتي، عظم الله لك الأجار في مصابي وموتتي. يا ابني أوصيك بوصية لا تنوح لمصيبتي. جاء يا مصيبة أصيح يا أبي، قال له صيح للي بكربلة الخيل رضت جثته. صح ونادي وحسينا، قال له إرادة الله تاخذ بثار العشيرة والأغال، وتاخذ بثار المصطفى والسقطوا منها الحميل، وتاخذ بثار الذي بالصام جتال، وتاخذ بثار الذي بالسم جب دم فتتي. بعد أبا ما عندك من وصيها؟ قال لو تاخذ بثار الذي قطع وريد بكربلة ومن قفا قطع راسه ومن دم نقرا غسلايا، وجثته ظلت رميه بالصعيد مجدله. يا 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 وشالوا راسه بكل بلده ويعليله ونسوته. عظم الله لكم الأجر مؤمنون ومؤمنات، كأني بإمامكم بينما هو يوصي بوصايا إذ عرق جبينه وسكن أني ومدد رجله وأسبل يده وأغمض عينه وفاضت روحه الطاهرة. رحم الله من نادى وإماما، رحم الله من نادى ومسموم، رحم الله من نادى وغريبا. عظم الله لكم الأجر. ضجت سامراء بأهلها، شيعة الإمام ينوحون يبكون. نعم كأني بإمامكم الإمام الحجة أخذ والده الإمام المهدي، غسله حنطه صلى عليه، ثم أنزله في ملحودة قبره وغاب عن الأنظار. لكن أقول سيدي سيدي يا أبا صالح، يقولون قدمت الماء قدمت الدواء إلى والدك قبل المني، ها ليتك سيدي جئت بقطرة من هذا الماء في يوم عاشوراء. يا 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 يا
غسلته كفنته صليت عليه، لكن حر قلبي على جدك الحسين، بقي ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن ولا دم. ويلي عادة الميت الشيعون غلايا، وعلى رد الصوت كلام هلهلة، هذا جايب ماي ذاك غسله، ولهذا جايب جفن ذاك يفصله، هذا جاذا يعفر قبر هذا ينزله. لكن بالله اسألك، هذا العادة هائل اللي عندنا احنا من يموت احد، لكن من راح الحسين بكربلة صارت هذه العادة يولا؟ ولهاي عاد ما جرى بكربلة، وين عن حسين ما حضرت له، ولظال ثلاثة أيام عارين. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طلبوا من عدنا لطمية لبضع دقائق أيها الأحبة، وهي توسل. عدنا أصحاب حوائج وصونا بالدعاء، عندنا مرضى أيها الأحبة، لبضع دقائق، أقل من خمس دقائق إن شاء الله ونختم. نخوة نخوة بالإمام العسكري، نخوة نخوة بالإمام العسكري، نخوة نخوة بالإمام إيه، نخوة نخوة بالإمام إيه، نخوة نخوة بالإمام العسكري، نخوة نخوة طين، نخوة نخوة بالوصي حامي الحمى، داخلين عليك بأمك فاطمة، وبهضم عمك وجبده والدمى، بالشهيد حسن تجبر خاطري، بالشهيد حسن تجبر خاطري، نخوة نخوة بالإمام العسكري. وين أصحاب الحوائج؟ نخوة 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 بالإمام. آه انت عند الله وسيلة والذخور، اطلبت ينزح عني كل عسار، رايدك تجبر القلب المنكسور، رايدك تجبر القلب المنكسور، واقف ببابك موالي جعفري، واقف ببابك موالي جعفري، نخوة نخوة بالإمام العسكري، نخوة نخوة بالإمام العسكري، نخوة نخوة بالإمام. آه محتوي قلبي يا مولاي الهموم، وانت عالم باللبية والغموم، يلي متقطع قلبك بالسموم، باسمك اتوسل وشابح ناظري، باسمك اتوسل وشابح ناظري، نخوة نخوة بالإمام العسكري،
نخوة نخوة بالإمام هي نخوة نخوة هريك كم قضايا تدري بيها يا الولي والفرج بيدك وغيرك ما إلي كم قضايا تدري بيها يا الولي والفرج بيدك وغيرك ما إلي نخوة باسمك يا وصل هادي علي نخوة باسمك يا وصل هادي علي عنك الظالم تبعده ومفتري عنك الظالم تبعده ومفتري نخوة نخوة بالإمام العسكري نخوة نخوة بالإمام العسكري نخوة نخوة آخ يا أبو المهدي إجيت بحاجتي يا أبو المهدي إجيت بحاجتي وانت يا ابن الزهرة تعرف طلبتي تخيل يا مولاي طالت شدتي تخيل يا مولاي طالت شدتي آخ بالمصايب والله مكسور ظهري بالمصايب والله مكسور ظهري نخوة نخوة بالإمام العسكري نخوة نخوة بالإمام العسكري نخوة نخوة بالإمام العسكري إلهنا وسيدنا ومولانا نقسم عليك نتوجه إليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان اللهم أيده بنصرك اللهم أخرجه من غربته اللهم اجعله راضيا عنا اللهم اجعلنا من المؤتمرين بأمره والمنتهين بنهيه والراضين بفعله اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وحوائج مقضية اللهم اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين من المؤمنين والمؤمنات سيما من أوصونا بالدعاء لهم وأنت أعلم بهم منا يا الله طالب حاجة طالبة حاجة في مجلسنا هذا من قضى لنا حوائجنا اللهم اقض حوائجهم يسر أمورهم فرج كرباتهم شافي مرضاهم المرضى المنظورين سيما أوصونا بالدعاء لهم اللهم شافهم بشفائك سيما المعنيين من هم في المستشفيات اللهم شافهم بشفائك عافهم من بلائك ألبسهم ثوب الصحة والعافية بحق مريض كربلاء الإمام زين العابدين اللهم ارحم موتانا وموتى المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أمواتنا أمواتكم من مات على الإيمان سيما إلى روح مولاتي أم البنين وسيد الإمام الحسن العسكري رحم الله من يهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.